والمزيد معنا على الهاتف السفير أحمد القويصني مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية سيادة السفير، سيادة السفير هل أنت معنا؟ بعد التحية، ماذا ترى أهمية المشاركة المصرية في القمة الروسية الإفريقية الثانية؟ يعني مشاركة طبيعية، لأن مصر تنتمي، مصر أحد الركائز القوية والكبيرة في القارة الأفريقية. مشاركة مصرية لها بعدين، البعد الجغرافي الاحتفالية أو الملتقى أو المؤتمر المنعقد في روسيا يسعى لتطوير والارتقاء بالعلاقات الروسية الأفريقية. صحيح. مصر أحد أهم الركائز الروسية في أفريقيا. يعني إذا أشرنا إلى أن مصر تستحوذ على جزء كبير، نسبة كبيرة من الصادرات الروسية للقارة الأفريقية، وحجم التجارة، ميزان التجارة بين مصر وروسيا مقارنة بإجمالي ميزان التجارة الروسي الأفريقي، سنجد أن مصر ركيزة قوية جدا من هذه الناحية. هناك بعد آخر خلاف البعد الأفريقي، البعد الثنائي. صحيح. طبعا أوضاع العالم الآن، روسيا منخرطة في حرب استنزاف، حرب طويلة، حرب قد تتطور إلى ما لا يحمد عقباه مستقبلا، أو قد تنتهي بعملية تفاوض. المسألة مفتوحة. الحرب الروسية الأوكرانية، مصر تضررت تضرر شديد جدا من هذه الحرب، تضررت في صادراتها، في حبوب القمح، في وارداتها، في الأسمدة، على مستويات كثيرة جدا. وبالتالي هناك على خلفية هذا اللقاء شراكة استراتيجية مصرية روسية لها شواهد في مصر، أهمهم محطة الطاقة النووية في الضبعة. صحيح. والمدينة الروسية في محور قناة السويس، وهذا ما سمنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء الثنائي الذي عقد بالأمس. طبعا كان لابد أن يتوقف الرئيس طبعا عند شواهد العلاقات المصرية الروسية التي تقوم على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة موقعة في عام 2018، وتسير سيرا طبيعيا جدا وبالتنامي، إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية قناة السويس، الضبعة كما ذكرنا، وهناك قائمة التعاون في مجال النقل، وسائل النقل والقطارات الجديدة، وما نشهده مباشرة، يشهد المصريون مباشرة يعني لشواهد العلاقات المصرية الروسية. هناك أيضا روسيا تعتبر مصر بوابة للمرور بصادراتها ومنتجاتها إلى القارة الأفريقية، ومصر تعتبر روسيا شريكا استراتيجيا على مستوى نظم التسليح، السلاح بشكل عام، على مستوى التحركات السياسية سواء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على مستوى العلاقات أيضا مع الولايات المتحدة وأوروبا والصين. مصر لها علاقات راسخة مع هذه الأطراف، تتأثر بعلاقتها بروسيا. طبعا اللقاء مهم جدا، لقاء الرئيسين المصري والروسي في جانب كما قلت ثنائي مهم جدا، بحث والتناقش في أزمة يواجهها العالم حاليا، وصراع جديد في قلب القارة الأوروبية، مع احتفالنا بمرور 80 عاما على طبعا العلاقات المصرية الروسية. لكن ما بين مخرجات سوتشي 2019 ومخرجات هذه القمة في سان بطرسبورغ في ظل تغيرات دولية كبيرة على مدار 4 سنوات، ماذا ترى؟ طبعا أرى الكثير. طبعا التواجد الروسي والاهتمام الروسي بأفريقيا يأخذ أشكالا متعددة.
دعم اقتصادي، علاقات اقتصادية، علاقات تجارية، تواجد بفاجنر موجودة الآن في 9 دول أفريقية لترعى المصالح الروسية المتعددة التي لا يمكن أحيانا الإفصاح عنها بشكل رسمي أو الإقرار بها بشكل رسمي، إنما هناك تواجدا، هناك اهتماما ملحوظا من روسيا بالقارة الأفريقية. لا ننسى أيضا أن هناك قيادة عسكرية أمريكية لأفريقيا موجودة، هناك اهتمام من الصين بأفريقيا. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية يعني يزعجها التواجد الروسي والصيني في هذه المنطقة. مصر بوابة لكل ركيزة لكل هذه التحركات والعلاقات. نحن نحتاج روسيا، نحتاج صداقة الرئيس الروسي، نحتاج تفهم الحكومة الروسية لما نعانيه من الحرب الروسية الأوكرانية. لا ننسى أيضا أن الحرب الروسية الأوكرانية استمرارها يؤذينا من الناحية الإنسانية، إضافة للنواحي الاقتصادية الأخرى التي نتضرر منها. وبالتالي مصر تسعى من خلال علاقات متميزة ما بين رئيسها والرئيس الروسي لحلول في مسألة القمح والحبوب، حلول في مسألة الأسمدة التي توقف استيرادها من أوكرانيا، حلول أيضا لتفاهم الموقف المصري في ضرورة البدء أو انخراط في مسيرة سلمية لتهدئة الأمور، ثم انخراط في عملية تفاوض وإنهاء الحرب لدواعي إنسانية على الأقل. طيب كيف ترى تطور العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على مدار طبعا بعد 80 عاما مستمرة، وتطورها على المستوى القريب في ظل طبعا التدريبات العسكرية المشتركة، التعاقدات والاتفاقات التجارية المختلفة، يعني ماذا ترى على الصعيد الإقليمي والدولي أيضا؟ يعني بصفتي كنت يعني في نهاية الألفينات مسؤولا عن إدارة روسيا والدول المحيطة بروسيا. العلاقات المصرية الروسية راكمت رصيد من الخبرة كانت مريرة أيام الاستعداد لحرب أكتوبر في نظم التسلح والخبراء الروس والعلاقات المتميزة والمضطربة أحيانا، وعلاقات دعم اقتصادي استراتيجي في بناء السد العالي، وتجربة عبد الناصر في تصنيع مصر القواعد الصناعية التي أقيمت، الدعم الروسي لمصر في صراعها لإزالة الاحتلال الإسرائيلي. كل هذه الحاجات العوامل عبارة عن خبرات متراكمة في مسيرة العلاقات المصرية الروسية، هبوط وصعود وهبوط وصعود. اكتسب الجانبان خبرة التعامل مع بعضهما البعض. الاهتمام المصري بروسيا اهتمام مؤكد ورئيسي، ربما نشأ مع الرئيس الحالي الرئيس السيسي بتجربته لعلاقات مصرية أمريكية في حالة أزمة، عندما أوقف أوباما المساعدات العسكرية وأوقف عمارات الطائرات المصرية وتلكأ في تسليم ما اتفقنا عليه من نوعيات أسلحة، فلجأ الرئيس المصري إلى روسيا كشريك استراتيجي. صحيح. ولبت روسيا بعض المطالب أو كلها، وبالتالي أدرنا علاقتنا بشكل رشيد جدا، حافظنا على مصالحنا مع الولايات المتحدة، وأيضا ننمي بشكل استراتيجي مصالحنا الرئيسية وبحرص شديد مع الشريك الروسي. بالفعل سوف يتم عقد المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني، وده طبعا هو حدث فريد من نوعه في علاقات ما بين روسيا وإفريقيا. حضرتك شايف من وجهة نظرك ما هي أهم الملفات الاقتصادية المطروحة، خاصة في ظل أزمة غذاء عالمية الآن بتواجهها العالم بسبب طبعا إنهاء أزمة الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية؟ يعني كان طبيعيا جدا أن مع تراجع ملحوظ للقوة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية ونمو وارتقاء شركاء آخرين للولايات المتحدة الأمريكية، أن تبدي الدول الفاعلة والرئيسية في العالم أهمها الصين وروسيا اهتماما بالقارة الأفريقية، وتعمل
بدأب شديد جدا على إقامة شراكات مع الدول الإفريقية وتقديم دعم اقتصادي ودعم تجاري وعملية تصنيع ومشروعات بنية أساسية. ينخرط الجانبان في الروسي والصيني في تعاون مع أفريقيا من هذه النواحي. طبعا التواجد الروسي مهم، روسيا القوة الثانية في العالم، تتواجد وتؤثر أكيد، وهذا التأثير ينعكس بشكل إيجابي على مصالح الدول الأفريقية التي أغلبها دول في مراحل التنمية الأولى أو المتوسط، ويؤثر أيضا من ناحية أخرى على علاقات الدول الأفريقية بالولايات المتحدة الأمريكية. التواجد الروسي الآن يأخذ أشكالا متطورة، هناك باغنر الروسية وهناك وايت ووتر الأمريكية كانت تعمل في العراق بشكل متكفي بنفس الطريقة. فهناك طبعا روسيا دولة كبيرة جدا تسعى إلى تصدير تكنولوجيا، تصدير تصنيع، تصدير منتجات جاهزة، التعاون في مجالات البنية الأساسية في أفريقيا، وبالتالي الأمر متاح لروسيا كما هو متاح للولايات المتحدة الأمريكية، كما هو أيضا متاح للصين، كل بطريقته وكل بتناوله وكل لديه فلسفة في التعامل. الصين مثلا تعتبر مصر بوابة لأفريقيا، نسعى لأن يقر الجانب الروسي أن مصر أيضا بوابته لأفريقيا، هذا سيكون تطورا كبيرا وإنجازا عظيما. واعتقد ان التواجد الروسي في المشروعات الاساسيه والاستراتيجيه المصريه مثل قناه السويس والمدينه الروسيه وتصنيع وطاقه نوويه، التجربه المصريه ستكون شاهده في افريقيا للدول الوهاديه للدول الافريقيه. صحيح. وايضا وجود علاقات مصريه روسيه قويه يساعد ويدعم وجود علاقات روسيه افريقيه. طيب يمكن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس ضرورة وجود مشاركة دولية فعالة في تحديث البنية الأساسية في القارة الإفريقية، وأيضا مساعدة الدول الأكثر احتياجا. هل تعتقد أن روسيا سوف تقدم يد العون وتكون داعم كبير للدول الإفريقية في هذا الشأن؟ ده يندرج ضمن المصالح الروسية. روسيا الآن لا تمر بحالة صحية جيدة، يعني الأوضاع شديدة التوتر وشديدة التفجر، منخرطة في حرب ضروس، لا يمكن التكهن بتطوراتها حتى مستقبلا، فتعطي كل جهدها لحالة الحرب المنخرطة فيها، ورغم هذا تضع في اعتبارها استمرار ورعاية دبلوماسيتها وتحقيق أهدافها في التعاون الاستراتيجي والتواجد على الساحة الأفريقية كشريك اقتصادي وشريك استراتيجي وداعم للأنظمة الأفريقية، وأيضا شريكا يعتمد عليه في صيانة وتطوير البنية الأساسية التي تحتاجها غالبية الدول الأفريقية. كون أن يثير الرئيس السيسي في منتدى بهذا الحجم مسألة ضرورة التعاون ودعم مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا ويحافظ على الحق الأفريقي في الحصول على نسبة من التمويل الدولي تخصص لصيانة ومشروعات البنية التحتية الأفريقية، هذا طبعا إنجاز في حد ذاته وإدراك مصري سليم ورشيد للمصالح المصرية أيضا، لأننا نتحدث باسم القارة الأفريقية. صحيح. ممثلين لها طبعا. طيب بالنسبة للمبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، شايف أنها تكون مطروحة خلال الفترة القادمة خلال عقد هذه القمة؟ يعني عندما تكون هناك أزمة في حجم الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية، من الطبيعي جدا أن يعني يتحرك بعض الأطراف على المستوى الدولي بمبادرات غرضها إنساني وأيضا ضمن أهدافها
التخفيف من الأزمات التي يتأثر بها العالم من خلال هذه الحرب. الحرب لها تداعيات اقتصادية على معظم دول العالم. الحرب أيضا تقل بالنظام العالمي الموجود في روسيا وأوكرانيا. وبالتالي كان هناك تحركا أفريقيا محمودا أن بعض الزعماء الأفارقة مثلوا أفريقيا في عرض تصور وإسهام أفريقي في تطبيع الأمور على الساحة الروسية الأوكرانية واللجوء إلى عمليات التفاوض والتسويات لكل ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية بعيدا عن التحالف الغربي والدعم الغربي وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ستوضع هذه المبادرة محل تقدير، لأن لا ننسى أن الدول الأفريقية قوة تصويت كبيرة في المنظمات الدولية الآن. فطبعا إذا كان هناك جهد دولي سيلجأ للبنود المبادرة الأفريقية أو بعض بنودها أو مفهومها أو أهدافها، ستكون مساهمة أفريقية في تطبيع الأمور والتوجه إلى 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 إيقاف هذه الحرب والانخراط في التسوية السلمية الفعلي. صحيح، لأنها تأثر العالم كله بهذه الحرب. طيب طبعا. بالنسبة لمجالات التعاون الاستراتيجي وأيضا كمان زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية، حيث طبعا هو وصل إلى 18 مليار دولار في 2022، وخاصة أن الشركات الروسية كمان بتولي اهتمام كبير جدا بالقارة الإفريقية. من وجهة نظر حضرتك، شايف أن هي هل ستزيد هذه حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وروسيا؟ طبعا بالتأكيد، لا ننسى أن جنوب أفريقيا وروسيا أعضاء في البريكس، فهناك طبعا ترتيبات وهناك نوع من الشراكات المتميزة في إطار البريكس. لا ننسى ونرى كل يوم علاقات شديدة التطور وسريعة التطور وكبيرة المغزى والمفهوم ما بين الجزائر وروسيا. الدول الأخرى في المنطقة وفي القارة الأفريقية تسعى سعيا حثيثا إلى اشتراك روسيا في مشروعاتها التنموية، في جهدها للصيانة البيئة البنية التحتية أو تطوير البنية التحتية أو تطوير التعليم أو حتى تحديث جيوشها ونظم أسلحتها وصراعاتها ونظم التعليم والإنتاج والكثير من المجالات. روسيا تستطيع أن تساعد وتساعد بخبرة متراكمة لديها، لطالما ساعد الاتحاد السوفيتي دول العالم الثالث التي يندرج تحتها الدول الأفريقية كلها. فالخبرة الروسية متراكمة وتعرف كيف تدعم أصدقائها وترعى مصالحهم كما ترعى وتحقق مصالحها. يعني حضرتك ترى أن روسيا والصين لا يستخدمان منطقة العصا والجزرة مع الدول الإفريقية، بل التعاون المشترك والتبادل التجاري المشترك والاتفاقيات المشتركة. لا نستطيع أن نقول هذا بشكل مطلق طبعا على إطلاقه. إنما لكل منهما برامجه وفلسفته في التعاون. أعتقد أن أفضلها وأيسرها والمختبر بشكل أكثر عمقا هو الخبرة الروسية. التي لا طالما تواجدت في دول القارة ولا طالما دعمت جهود التنمية فيها يعني. طيب، من أهم المشروعات اللي بتقوم بيها روسيا في الدول الإفريقية إيه؟ يعني قائمة المشروعات المتصلة بالبنية التحتية مشروعات كبيرة جدا، وده أهم ما تحتاجه الدول الأفريقية بالتأكيد. يعني روسيا لن تساعد في مثلا تعدين نظام نقدي لدولة أفريقية، يعني لا أعتقد هذا، إنما تساعدها في التشييد، في البناء، في استغلال ثرواتها، في تدريب جيشها، في مدها بقدرات للدفاع عن أمنها ومصالحها، في قطاعات كثيرة وقطاعات الإنتاجية. أغلب القطاعات الإنتاجية نحن نرى مثلما نرى شواهد التعاون المصري الروسي هنا في خطوط نقل
مستوردة أو موجودة أو زودتنا بها روسيا في إطار تعاون استراتيجي بين الدولتين، بل ومولت بعض المشروعات الكبرى زي الضبع إنتاج النووي للكهرباء. يعني أيضا نموذج التعاون المصري الروسي الناجح ممكن أو أعتقد أنه يتم الآن طرقه، والامتثال يعني أخذه كمثل وكخبرة متراكمة لدى الروس ولدى الجانب الأفريقي أيضا كيف يتعاون لصالح الدول الأفريقية. طيب طبعا حضرتك يمكن كنت بتتحدث عن المجالات المشتركة ما بينهم وما بين روسيا والدول الأفريقية في مجالات عديدة مثل الطاقة والتكنولوجيا المتطورة والاستكشاف الجيولوجي وكذلك قطاع الطاقة والوقود، طبعا بما فيها يمكن حضرتك صرحت بالطاقة النووية في مصر، وهو دعم كبير من روسيا لمحطة الطاقة النووية بالضبع في مصر وأيضا المنطقة الاستراتيجية الصناعية الروسية في مصر أيضا. شراكة مصرية روسية قوية على مدار سنوات طويلة، ما نأمل أن نصل إليه الآن؟